انطوني هاي كيف تعمل تطلع لايف هون؟ فوق على الطرف تكبس لايف. شفت فوق على 2017 صرامة نيحك ونص نعل ونص امير. حبيت 2016 يعني وصل لمحل حسيته انه وقف عندي. حبيت 2017 لا 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 ارى انه بالاسبوع الاول في 7 سكتشات رح يمرقوا بعد شي دقيقة او نص. بتوقع يمكن يهجم نصيبي وانا بعدني تحت نصيبي. لا بتوقع شوية احصنة نصيبي وانا بتوقع هيك اشي عادة في كم حصان براسي هلا. ايه امير الله لا هيدا بده شو اسمه بده يشرط ايه رح يربح نمر الميدان. I don't know حبيبي maybe they will open for me a box of champagne. Yes of course. Or maybe I will dance again and again and again and again and again and again. عرفت انه توقع الحلوة انه يجي نصيبها. شو؟ 2017 اول شيء شفت مستشفيات ببلاش، المدارس الرسمية كثير مستواها كثير عالي. وظفة بالنهاية واحد إذا بدي يقولها بالآخر إنه سلام للكل. حكيت كتير؟ عادل قد ايه المسرح؟ أنا كمان قائد ولا خلص؟ قد ايه المسرح؟ أرمال ريل؟ أرمال تخبرنا؟ قد ايه المشهد شو؟ ماشي ماشي عم يمزح. شو بدك تاكل كف أنت أنطوني؟ دول لك كمان سناكة من هون. رودي؟ في عمي. شو في؟ تعال انزل انزل احنا انا باكل خبيط انزل 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 يا بيي انت ما رح تمشي الا بتجوز بقول له انا ما حصلي انا شو عم تفتري علي يا زلمه قول له خلصني منك موضوع بيتبهدل هاشتاج انطوني مبهدل حلوين يا خيي بالمرمى ما في مثله بعد ثواني على الام تي في هذا هو استاذ عادل لا استاذ يلا ستاند باي اكشن والله يا ريت ما وظفوا هاي هاي ممكن اتعرف عليك ايه بس لحظه نعم خلينا من اولها اوكي نعم مش تجي هلا تقول لي بعمل لك اد على فيسبوك بتعملي لي اد بلش تحكي انت وياه معي على الماسنجر من كلمه لكلمه اعطيني رقمك بتاخذ رقمي ببلش تدقدق لي صبح وظهر وعشيه بتعزمني على الغداء بترجع بتعزمني على العشاء وبتاخذني سهره ولا تسهرني وقال يعني انه انت يا بابا عم بتسيرني وتعي وروحي وروحي وتعي وبعدين بالاخر طلعني على الشاليه ما عندي اياهم انا هلا بنطلع انا وياك على الشاليه العمى مثل ما عم خبرك ما اجلت هذيك الاخبار بلا طعمه ضيعه وقت على الفاضي عندي 100 شغله يلا قوم تفضل ابو النعم اهلا عباس كثير هالقد ولو حبيبي عباس كثير هالقد كيفك يا خيي اشتاق لك كثير هالقد وينك ولو لك شو ويني انا ويني انت مختفي كنت تبقى تدلفين تطل وتيجي تروح يا عم ضلنا مشغولين اخر فتره فوت نتغدى لا ما بقدر بشرفك فوت نتغدى غير مره بس لانه مضطر روح مشوار كثير ضروري حسك مع على بعضك خيي عندي شويه مشاكل صحيه وهيك الف سلامه نعيم شو بك شو عم تحس شو في عندي هيك شويه هبوط وانحطاط وخمول وأوقات مثل دوخة وكذا عم بيقولوا يمكن معك تريك دي سريد بكون طالع أو شيء من هدول رحت عند الحكيم قال لي بدك تعمل لي فحص حصات يعني لا فحص لا دم لعيان وكذا وهيك عندك لعيان كل شيء يوجد شو ما بدك يوجد ايه طيب هيدي شغلة عم بيقول لي منا كتير خطيرة يعني بتدارة بس بدك تعمل لي فحوصات مزبوطة هلا بدي روح عند المختبر هون على راس الشارع لحظة شو لعند مين بدك تروح عند المختبر بدي أعمل فحص دم ايدك ما تقشر لفوق
روحي. ليه شو فيه؟ رايح على هذا المختبر؟ ايه هذا المختبر. لك ما بتدعسوا هذا المختبر. ليه؟ شو بدك هذا مصيوط معروف؟ ليه شو هو هذا؟ لك انا بس روح اعمل عنده فحوصات، كل ما اعمل عنده فحوصات بيطلع عندي السكر 380. لولو. لك ايه شو بدك؟ ضغط الدم بيطلع عالي، نسبة الدم قاشطة، كل شيء ارقام عالية قد ما بدك. هذا مختبرات السعادة هون تحت. ايه زين لعنده ايه وعمول الفحص اللي بدك اياه بيعمل لك اياه على الطلب مثل ما انت بدك. لا وقديم بعدين اسعاره رخيصه. اها قد ما بدك رخيص. هذا 70,000 على كل فحص. ايه 35,000 هيداك نص القيمه. جد عم تحكي؟ مثل ما عم اقول لك. واذا بتكب شو 10,000 بايده ايه بتقول له شو بدي؟ بدي السكر 110. اها بيقول لك ايه 110. نسبة الدم هالقد بيحط لك مثل ما بدك. اوادم حبيته كثير. بياخذ العقل بجنن. بعدين طيب بس تشوفه بتعرفه خلص دغري. بقول له انت بعتني. لك قال له انا بعتك. رحت لعنده ثلاث مرات. لك اكل اطلع لهون. نعيم بقول لك يمين تحلفني. دوخني 360 اول مرة السكر. طلعت هيك جنيت خوتت. ثاني مرة ثالث مرة نزلت لعند هذا. قال لي خلاص عندي. وين هيدا الصين؟ احول لك هذه البنايه تحت. طيب يلا ميرسي. ثاني وحده على اليمين. ميرسي والله منيح التقيت فيك. ولو يلا باي حبيبي. تحت العريش سوا قعدنا سوا وقلنا كرم المحب استوى خبا. بونجور. بونجور. حضرتكم طالبين موظف مثل ما شفت عندكم؟ صح. ايه موظف لهون. نعم. حضرتك طالب الوظيفة؟ نعم. شو بتعمل حضرتك بالحياة؟ أنا درست بالكونسيرفاتوار الوطني. حلو. ثلاث سنين. ثلاث سنين. نعم. رجعت كفيت عملت دراسات عليا بفيينا. برافو. نعم. فيينا. نعم. برافو. ورجعت طلعت على ألمانيا. شو عملت بألمانيا؟ كفيت هونيك دراسات بالسولفيج. اختصت. اختصاص بالسولفيج. واو. نعم. رجعت جيت على فيينا. ايه يعني تخصصت بعلم السيمفونية. رائع. وعم نعمل هلا بحث عن السيمفونية السابعة. يا ويلي. سؤال. نعم. بحيرة الوجع. سوان ليك. سوان ليك. بيتر ليتش تشايكوفسكي. واو. مان ما معقول ما معقول. شو بتلعب آلات موسيقى؟ بلعب نفخ. كل شيء نفخ. كل شيء ايقاع. براسات. نعم. اوف. ايقاع. ايقاع. كيف جامع بيناتهم؟ ما معقول. وبيانو. ياه قتلتني بالبيانو. اخ ليك كيفك بالنوطه بالقرايه الفوريه؟ دوشيفراج. نعم. دوشيفراج. الله اكبر. دوشيفراج صح. تعال شوف شرفك. رالي هي. سول لا دو سول 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 لا دو سول. بس 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 انت مقبول هون بالوظيفة؟ انت بتحب تبلش؟ انا فيني بلش من هلا ما زال جاي بكير. بحب الشباب اللي كله حماس. لا 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 شو القطعة الموسيقية مثل الزلحفة ما بتنحط الا ببيتها. يا ويلي لك الوظيفة إلك. شكرا. شرف. في عندك تشكيلة. برافو عليك. هاي عدة الشغل معلم. نعم. هاي كل يوم صبح. حطهم حطهم. ميرسي. تفضل. هاي آخر شي بتستعملها. بتبلش لي مسح غبرة كل يوم الصبح بس تفتح المحل. الآلات إلي إلي بين الوتر بدك تفوت تمسح الغبرة بعدين ترجع تضرب ضربة هذا السطل. نعم. تضرب ضربة على الآلات من برا لبرها لأنه الخشب طبعاً بيسحب ماي. انتبه. من برا لبرا والارض كلها هيك مع بعضها. اذا بقي بتطرق لنا الوجه هنت فيه هيك مع الوقت. هذا شغله؟ هيدا شغلك. ايه تعال هلا. انا شو بدي احمل لاحمل؟ انا شو بدي احمل شو بدي احمل؟ ايه انا بفرجيك. انا شو بدي احمل لاحمل؟ انا شو بعد فيني اتحمل؟ قد ايه بعد بدي اتحمل بعد؟ انا بدي انا بفرجيك. انا بفرجيك يا حيوان. اخ دخيلك. انا بفرجيك.
أنا بفرجيك يا حمار. لا 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 شو في يا عمي شو بدك فيه؟ زيح زيح لقلك زيح بدي كلش عم تضربوا. أنا بدي نسيه بدي نسيه الحليب اللي رضعه. شو بدك فيه؟ لشو عم تضربوا؟ اتركوه شو اتركوه؟ ما نازل من خبين كيف اتركوه يعني؟ اتركوه اتركوه كيف اتركوه؟ ما عم بفهم اتركوه. لك يا حي اتركوش شو خاصكم بهالقصة انتم؟ ما نازل فيه خبيث شو اتركوه؟ لك اتركوه يفش خلقه عم يفش خلقه محقون عم يضربك نازل فيه خبيث؟ لك ما في مين يفش خلقه فيه؟ انا صديقه وانا صديقه وقت الضيق شو ايش بكار؟ لك عم بيروح بيجيب واحد غريب بيطرقه بيروح بيتشكى عليه بفوته على الحبس؟ مزبوط انا صاحبه مزبوط فش خيي فش لحظة نحن شو بنعمل هلا بنتركه ايه؟ انتوا هلا اطلبوا لي الاسعاف بكون هو بعد في كفه في ظهري بعد ما مش تركني بعد ما فشيت خليه فش دخيلك فش فش يا صاحبي فش فش يا صاحبي شوي شوي عليك حيوانك بس في كل شيء ايه؟ ايه بعدين محقق المحل في اشياء مرتبه وحلوه كثير ليك هيدا اللون احلى من هون هيدا إيه. بتاع بوردو في منه لا هلا في اسود ايه وبيجي بعدين يا ولا لا العمى يا ولد قلبي العمى وين الماريد اللي بده يطلع لي حاسس ماريد بده يطلع شو بك انت بس لحظة امشي ليه امشي ليكي طلعي فيه ما تذكرتيه شو تذكرته ما عرفتيه مين مش هيدا السعيد هذا بيطلع لي يا عرفته عرفته هلا ذكرته خلينا نروح لا عباس عباس الدنيا طايفه وما نلاقي هلا محل موسيقى بشرفه احسن طايفه مش احسن ما يطوف علينا هو هلا خلص شو بدنا فيه انت وين ما كنت تطلع لي شو عم تعمل هون بهذا المحل بشتغل هون عم تشتغل انت بالموسيقى اه العمى شو هذا ما غرضك ما خصك انت طلع فيي واحكي معي لالي انا هيدي مبينه احلى ما بتشيل نظرك ولا يب ما اسالك ليت صح عليك ما يخرب بيتك مثل كانه في موزه بتمك طلع فيي هلا لك خلص بقى لك خلص بدنا نشتغل يا خي بدنا نشتري خلصنا علي بدي اخذ كم قطعه موسيقى هذا خي عنده فرقه وعيد ميلاده بدنا نهديهم للفرقه بدك تسيسر لي اموري على السريع ولا لا ما تقبرنا تعال خليني امشي لك انجا خلص روق شوي شو بدك خلص قل له شو بدك ما اختصر معه حديث انت كمان جيب لي قانون عندك قانون ايه بس هذا هو في احلى منك هيك ولا اهدى من هيك جيب قانون وطع خلينا نشوف هلا هذا القانون اول شيء القانون هذا بدق عليه جهاد ايه نعطيه لجهاد بيضربها او غزه بضبط البيت شو هذا معلم قانون القانون قانون الاداره جيب لي كتاب قانون انت وين عم تشتغل معلم هون بمحل اسمه محل موسيقى قطع موسيقيه هذا قانون بدرسوه بدي قانون دق عليه يدقوا عليك بدي دق على القانون هذا القانون دروس هذا رد عليه خبل قانون دروس هذا رد عليه عود جيب لنا عود هداك شو بده عود عود ايه فرج هذا بدق عليه شو هيدا الشيء عود 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 كبريتي هذا ولا ريحة عود له ريحة لخي ما عم تشغل محل موسيقى اه عود تن 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 عود خلص بلا عود بلا عود بلا عود خلص يا اخي قل له شو بعد بدك تن 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 في طبل ايه لانه في زفه بدنا نعملها طق بو طق بو طق 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 بو جيب ايه خلص بيضرت نقطه العمى بقلبه عمى بقلبه لا شو هذا؟ مع صوت كمان؟ طبل خدي لي هلا قال لي هيدا مين؟ طبل هلا هو للطبل طبل مش مختلفين بس انه بدنا طبل ندق عليه هيدا فينا نطرقه هيك ويصير يعمل طق بو طق بو طق هيدا طق بو طق بيعمل بدق منه فيه لحاله اوكي اوكي ما بدنا قال ما بدنا اياه ما هيدا ما بدنا اياه شو بدك؟ روح خلص طبلي عندك طق بو روح طبلي في اثنين اه والله ايه بدفع لك حقهم شري يمين ولا شمال يمين ولا شمال لا هو بدق بالشمال ولا اعطينا اثنين لا ما في لا ما في شو كيف بسمع شو شو خاص شو بتسمع بشو قلت لك بدي اعطيك الطبله كيف بدي اسمع بدي انت انت عم تحكي عن طبله دينتك اها طبلي بدينتك؟ إذا رحلي لك طبلي بدينتك أنا ما بعرف أنا ما بعرف شيء أنا ما بعرف شيء لا 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 ليك ليك ركض بدي إلحقه خليكي هون بدي إلحقه
بدي الحق والحق ابوه محل ما هو. ايدك ولي عم تضريت ولا عم تضريت؟ روح بقى لشوف. تعال عليك ما بشعل. امشي ولي. لك عم تزقزق يا عين يا عين شي حلو كتير شي حلو كتير. انت شو جابك قطعت لي لانسي هلا؟ شو جابك شو جابك شو عم تعمل هون انت وياها؟ ايه تعالوا صاحبتي بالسياره شو بدك؟ اه والله مت ما هي صاحبت اخي مرتي لمعلوماتك. هو اذا بطرقك كف هلا انت ما عم بحكي معك. أول شي شو ماسك الجاكيت تعمل؟ شو ماسك الجاكيت بدي أعلقها هون؟ بدك تعلقها؟ إيه؟ شو منزلك على السيارة؟ لك ما سيارتي! ولي أنت مع أساسني بضربه هيدا؟ خلص أنا بضربك. أنت مع أساس نايم مقبور على قلبك؟ إيه نايم مقبور على قلبي. أنت شو عم تعمل؟ شو وعيك؟ لك يا عمي وعيك بدي أروح على الشغل دقولي بدي أروح ضروري على الشغل. أنتوا ليه منكم فوق بالبيت مثلاً؟ لأنه حضرتك كنت نايم ما بدنا نوعيك إلا بنقعد بالسيارة مثلاً؟ آه والله إيه حتى ما أزعج فخامتك؟ شو بدهم يقولوا عن العالم؟ شو بدهم يقولوا؟ إذا عرفوا إنه حاططكم هون عند بيت طويل عريض فوق أنتوا قاعدين، شو بدهم يقولوا عني؟ شو بدهم يقولوا عني أنا وين بدي أخبي وجهي قدام العالم؟ بس السيارة في مي؟ لكم ما عوزها في مي؟ ما تكرسني هلا، ما تخليني عن جد دقك قتلي. بتتفضلوا هلا بدي أروح أنا على شغلي، اطلعوا على البيت هلا بطل في حدا، يلا اطلعوا. خذ سيارتي. ما بعرف ما بحب سوقها. طيب خذ سيارتي. ما بحب سوقها. ماني مضطر، أنا عندي سيارتي. ما تتنمرد. اطلعوا على البيت يلا. تعال هون. شوفي تعال هون شوفي هات الجاكيت ما بدي هات الجاكيت لهون ما بدي هات الجاكيت لهون روح فل روح خد تاكسي بدي روح تاكسي والله بروح تاكسي أزبط روح تاكسي إذا بعد مرة هيك بدك إذا بعد مرة بتزعجني إذا بعد مرة بتزعجني على البيت من فوتتك ها طيب أنا بعرف كيف بدي أتصرف تاني مرة دق الباب ما بتفتحه إذا بقى بتعمل هيك فصل بقشطك مفتاح البيت ها لك رح يا آي سوري زيح بدي انزل دعوس وزيح سوري أردت لك أردت لي عصب هيدا بسيطة فكرنا غير شيء رايح بالتاكسي أنا شوي شوي على الباب شو هالعيلة كيف بدي حل أنا من أهل القصة يا الله عم سكرزني ما تحط حياتي شوفي انتبه على الفرش ما بدي وصيكم بدي انزل دعوسه بدي انزل دعوسه تركني عليه تركني عليه هذا ما بيفهم الا بالخبيط نو واي يا الله روق دقيقه عم صور سناب ولك طالع لايف كلود طالع لايف عم صور سناب لك هلو هاي 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 حتى لايف انا كمان روقي انا عم صور سناب طيب يلا صورتيها طب خليك هلا معي شو بيوقف هيدا دغري اوكي بدي ابعت واتساب لنيكول بدي اقول لها تلقينا لانه انا هاي هاي بونجور كيفكم سافا نحن هلا ماشيين شوفوا نحن هلا على الاوتوستراد رايحين تاكسي كثير حلو والسما زرقاء وبدي اقول لكم هاي رولاتي هاي صباح شو اخباركم اي مس يو فنزاتي حبيباتي اي لاف يو سو ماتش نحن كثير عم نتسلى واو ايه هلو فرجينا الطريق كمان واو لك ونحن هلا على الاشاره شوي عجقه تصير ايه كثير و إشارة خضراء بس اتس اوكي والطقس كتير حلو كتير كتير حلو يعني بدنا نقول الطقس كايند اوف تونا يلا انا بوشكم وبرجع بحكيكم هلا كل ما نقرب شوي برجع بنحكي سوا يا الله باي 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 شو ثقيله بدها بالحرف اكتب لها اياه هون عم ما اسالك ياه لك هيدا كيف عم بيقطع مش شايفني عم بلعب بعت واتساب يا طب لك يلا هلا صوره نحطها على الانستا يلا صوري يلا طلع بالكاميرا يلا اووو واي يا جولي وهيدي على الانستا في صوت لحظه شو بدنا نكتب دقيقه شو أنجو. شو سامع الصوت اللي انا سمعته شو هيدا معقول الاشطمه الاشطمه بعدها جديد السياره لا ما بعتقد اشطمه قولك من الزبالة اللي مرقنا عليهم بطبيعة اه معلق له شي كيس زبالة؟ معقول كتير يلا هلا بخليك تشيلي شو رحت بس ايه؟ ايه كتير قوي يا دغري بلشت اللايكات دغري عملتي لها عملي لي ريبوست شو بكي؟ طب روقي لها عمل ريبوست لحظة واو وصلنا خير يلا تخيلك على الصوت انا صار عندي حجية اعرف انا كمان لحظين بدي اشوف الفاليه بس تقول له يشيل لي هالكيس صرع راسي خلص ما بقى فيني تخيلك يلا عن جد انزلي
سوري وين فالي؟ حضرتك فالي عمول معروف في شيء معلق بعتقد شي كيس زباله او شيء تحت السياره. شو اللي يعمل معروف وفوت لي بعدين المفتاح لجوا. شو ها؟ شو هاي؟ يي 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 يا هيدا اللي كان معلق بالسيارة؟ شو جايبك لهون انت؟ شو عم تعمل هون؟ انت بلا مخ انت وياها؟ انا بلا مخ؟ ما بتطلعي ما بتقشعي كيف بتسوق انتو؟ كيف بتسوق يعني ما فهمت؟ قشعتيني معك من دبي. من دبي لهون انت؟ ما شايفني على الواتساب ليه ما زحت؟ لك عم بقول لك يا دوموزيل انتبه انا عم كب كرتونة الزبالة قشعتيني انا وكرتونة الزبالة معك. شفتني على الواتساب ولا لا؟ انت لازم تزيح. ما عم بعيط لك مدام انت كيف بتسوقي؟ كيف بدي ركز على الواتساب انا؟ لا هيك معك حق كيف بدك تركز؟ معقول راسك؟ لك شو رح لك شو عملتوا فيي جلفتوني لك؟ عن جد سوري. فينا ناخذ سيلفي؟ سيلفي والمشرحتين وخلفي يلا يلا بسرعه بتطلع خليك بالكاش خليك مثل ما انت انا كمان بدي اصور من عندي يلا يلا انجو طلعي لهون هون يا فريد في شغلة كتير مهمة شو بدك انت بالروسيات؟ بدي غير على درسي يا اخو مراي انت اش ناطفة؟ ما كل عمرك فلبينيات شو بدك بالروسيات؟ لك هيدا اللي هلا جاي نتعرف عليها هيدا لويزا تيات الكباريه ايه فيها دوتا طيب بس ما هيدي ولا طصة بالعربي كيف بتفهم انت وياها بالاشارات؟ هلا انت بتحكي معها انجليزي يعني شو قصدي بالانجليزي يا فريد؟ ما بتحكي انجليزي؟ ولا طصة بالانجليزي يا فريد ليه ما مش متعلم انجليزي هما اللي تنهرك ليه ما تعلمت انجليزي حط كل عمالي فيه ما من انا وصغير صارت معي الحادثه خبرتك اياها شو صار معك انا وابوي اختصبك لك لا انا وابوي بالاسطبل اختصبك لك ما اختصبنا كنا بالاسطبل وكان في عند المورينا بالسقف عشت مورينا اجت على نص نين سلسله الظهر صحتك صح شو عرفك هما اللي تنهرك كيف تعرف التفاصيل مين بتعرف لك شيء ترجمان محلات شوف لك شيء واحد من اصحابنا يا شو شبك؟ يا ريتك طلبت مليون دولار لك من قاعد هنيك هذا بيعرف كثير انجليزي وهيدا عباس ابن ابو راغي ما بتعرفوه؟ لك شو شبك عباس؟ هيدا بلبل بالانجليزي عباس بيحكي انجليزي ترجمان محلف محلف؟ بقول وحياة الله وبفوت فيها هلا اساله خلصني بقى شو خلصني بقى؟ انت بس تشوفني طالع طلعتي بالانجليزي بتكسر لي مقاديفه شو هالطلعة اللي طلعها؟ شو هالطلعة اللي طلعها؟ لأنه أنا بلبل بالانجليزي وأنت ما بتحكي انجليزي نعم انت 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 عن جد دوري بالانجليزي مش بلبل شو بدك هلا؟ انت شو بدك؟ انت شو بدك؟ روح ما عمد لك بروح ليك انت ليك كلمتين انا رح لك اياها شفتك فوق وشفتك تحت لك اي سو يو جاكسس عيب عليك لك عيب عليك انت ايو ايو حفو اهلا فريد ايش لعباس؟ ليك عم بقول لي شنطة انت بتحكي انجليزي بحكي انجليزي من زمان كل عمري بحكي انجليزي ليك هذا مين القريع اللي معك؟ قريع؟ لك هذا عادل رفيقي مين هذا؟ لك هذا فريد الرئيس مين يعني؟ لك ابن عمي ابو رياض هذا ابنه لابو رياض؟ لك ايه هذا هو وانا اعمل خلفة لكني شايفه قبل الله انا شايفك وين شايفك؟ عفوا شايفك انا قبل الله وين؟ على التلفزيون وين بدك تشوفني؟ لوين معربش على التلفزيون؟ وين شو بتعمل؟ شو بتساوي؟ قل له هيدا حكي انخافش اش تسمن خلص بدقني خلص هذا صاحبك؟ لك خلص ماشي الحال عندي شو هالمسخرة هيدا؟ لك روح منو نهارك اليوم اصلا روح هيدا عباس طع جيب افيك وطع شوفي خير عاد لك عاد هون تمركز هلا جاية صديقتي واحدة شو اسمه روسية اسمها لويزا ايه انت طلعت بتحكي انجليزي وما معنا خبر ولا لك من زمان بحكي انجليزي شو اشبك ايه هلا بدك تكون انت الترجمان تاعي ايه طبعا هيدي فيها دوتا عباس شو دوتا هي بقى يعني فيها بوصة ما مثل الفلبينيات اه هلا وهطول اجناس انه انا جبتك الو حبيبي اجي هاو ار يو اهلين فاين اهلين هلو اهلين هاو ار يو ام ليزا هلوز لويزا ليزا ايه عباس هلو نايس تو ميت يو العباس لويزا حبيبي لويزا طلمي هيدا الفرند تاعي شناطفه هاو ار يو اه وات يسترداي اي كانت ريمبر اه يس يو ار ذا لاست بتحكي انجليزي انت بس هاي الكلمه عباس بدك تترجم لي بدي اقولها انه انا تشرفت بمعرفتك كيف بقولها بتقلها نايس توميتو
شوية نايس توميتو أنا نايس توميتو نو حبيبي اي دونت لايك توميتو ات اول اي دونت ايت توميتو توميتو بندورة بندورة؟ شو اشبك؟ عم بقول لك يعني بندورة؟ لا هي هي انت ما بتعرف كثير انجليزي طيب خلص قلت لها كان احكي معها قول لها انه انت الترجمان تاعي محلف لا انت خبرها انت الا انا يور ترانزستور الا هي از ماي ترانزستور طويله هو الترانزستور تاعي ترانزستور وات فور ناو وي ار سيتنج هير ان كافي اي دونت هاف اني ثينج تو بوت ات ان ترانزستور دارلينج شرط لك كلام كبير يا عباس ماشي ماشي قطع انت هلا لنشوف شو بده يتسيسر معنا تلمي طيب. حبيبي واتس رونج وات دو يو نيد قلها انه بدي ظهرها تعمل لها مفاجأة مفاجأة ايه فجأة قلها هو قلها لك انت اللي اياها قلها لتبين انك انت اللي بتحكي مزبوط شو بدي قلها قلها ستريبتيز عامل لك ستريبتيز ميك يو ستريبتيز انا ميك يو ستريبتيز نو حبيبي نو دارلينج اي دو ستريبتيز فور يو نوت يو دو ستريبتيز فور مي واتس رونج وذ يو يو غانا باي مي اور ام غانا باي يو ار يو كريزي عم تحكي كلام كبير شو عم بقى واتس رونج وذ يو نو اي كانت ورك لايك ذس طولي بالي كلمينا نتفي لحظه صغيره عباس شو بدك هول الروسيات بحبوا يشرجوا تليفوناتهم بس قول لها انا رح شرج لها اليونيس تاع التليفون كله خلص انت بتقول لها هلا إلا مي هول بنس هول بنس أنا بعرفها أنا فول بنس فول بنس فول بنس What do you think you have half penis حبيبي What's wrong بنس بتعرف شو بنس شو يعني حاطيها على طقطقك بطرك على خلقتك واتس رونج اي دونت هاف تايم فور ذس كبل لك على وجهك نو 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 شو قلت لها انا طيب ما عم نقول لها انه انت قلت لي بدك تحكيها الحكيات طيب بتعرف شو خلص قلها انا رح اتركها هالمطرح عم تشتري انا رح ادبر لها شغل خلاص بالمؤسسات تاع ابوي ديك المي والله ديك المي بلو جوب انت بلو جوب ار يو كريزي يو واتس رونج وذ يو You are crazy or something? Crazy, مجنون يعني؟ بعرفها؟ ايه مضبوط Crazy, مجنون؟ طب شو قلت؟ هيدي معناتها وليه على قامتك؟ Listen, I don't like your friend at all. I'm gonna wait, لحظة, wait. عادي, sit down. Sit down. إليك, قولها. تشرب أرجيلة؟ You hooker? أنت يا هوكر؟ You hooker. You hooker. And listen, I saw your jacks. عم منين جابتها؟ شو قالت يا عباس؟ عم طرقتك اي سو يو جاكسس شو يعني؟ تعال اقول لك شو يعني؟ اوب عم كلمة كبيرة تعال اقول لك ايه شو لك؟ شو بدنا نساوي هلا؟ شو انا بعرف شو بدك تساوي؟ تلحق عليك شو خصني انا؟ انت اللي بلقيتني مع اساس قلت له انه بيحكي انجليزي هو انا على اساس بيحكي انجليزي ما انت اللي مين اللي جابنا وقال لي انه هو هيدا عباس بن حجة ابو راغب بيحكي انجليزي انا مين اللي بفترى علي وقال له يقعد هون معنا؟ ما انا كيف ما انت؟ ما انا عم تاخذ لي جملي؟ لك ما انا كيف ما انت؟ بتعرف شو ناطفه؟ انا رح اخذ لك جملك شو خذ بدك اياه شو بدك تاخذ؟ انا والله كنت قاعد بالاسطبل قشطت على سنس الدار مورينا صعدتني صح وهيدي جملتي الوحيده هل جملتك الوحيده؟ انت عم تاخذ لي جملي وانا رجع لي برجع لك هذيك رجعها عمي ارجع اخذها هيدي انت لك يا عمي طولوا بالكم انفخوا في اللبن يطلع لكم بوالين انت كمان ولي الله اخذتك جملتك انت وهي اي سو يو جاكسس شو يعني ما فهمت هيدي ما بعرف هو بيعرف شو معناتها؟ لك غير الله الله وحده العمى كل واحد اخذ جمال الثاني بشو بدك تسمع؟ طبلة بطبلة دينتك انت عم تروح؟ عم ينكت عم ينكت وصفك ما وظفني هلا
هالمرة وعيت مأخر ومعلقت بعجقة سير، بركي حظي بيتغير وبرجع بتفائل بالخير. بس شافتني السكرتير قالت لي شكلك لزقة، مش فاضي لك المدير وهلأ في عنده عجقة. وظفك؟ لا ما وظفني. صاحبته اهتمت فيي وسافيتي فواتت له، توظفنا وهيدي هي مثل الأم وضعيت له. قال لي الظاهر ما بتفهم، ما في عنا وظايف.